طيب كريم، ابرز مكاسب هذه المباراه؟ طبعا النتيجه مرضيه للغايه، لان اكيد مباراه بعد فتره التوقف دامت اكثر من 45 يوم اكيد بتاثر على حاجات كتيره. حتى ايفن يعني التدعيمات برضو اللي حصلت في يناير، برضو كولر ما كانش عنده القدره على الاستفاده منها اكثر من سبب، سواء الاصابه او سواء عدم القيد. بشوف مكاسب النادي الاهلي في واحد التعادل والحفاظ على الصداره، ده اهم مكسب. المكسب الثاني مصطفى شوبير كنا احنا عنده رقم مميز جدا جدا في المباراه، 5 تصديات في المباراه، يعني رقم اكيد بالنسبه لحارس واعي. كنا احنا طبعا اكيد حكمنا على مصطفى شوبير في ماتش الوداد في الفاينل السنه فاتت، بس ده كان موقف اضطراري. المباراه دي كانت اسلام، انا بشوف ان مصطفى عنده ميزه فيها ان هو داخل المباراه هو عارف ان هو هيكمل البطوله دي للاخر، يعني خلاص واخد الثقه، يعني خلاص انا سيستمايزد جدا ومتسيستم ان انا ابدا العب بقى ايه، مش يعني مثلا لما بلعب بشكل استثنائي طبيعي 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 ما حدش يعني كل الناس هتفوت لي الخطا. ليه؟ لده استثناء وانا كنت غصب عني موقف اضطراري، انما لما انا العب مباراه في بطوله انا عارف ان انا هكمل فيها النهائي، الوضع بيختلف. وبالتالي انا عجبني جدا جدا تحمله للضغط، عجبني جدا جدا ثباته الانفعالي. وكمان احنا ما بنلعبش فرقه قليله، واحنا حتى في الحلقه اللي قبليها كنت بتكلم مع ثابت على حسين بن عياده، قلت ان حسين بن عياده هو افضل واحد في وجهه نظري، يعني هو افضل لاعب في الفريق ومصدر خطوره حتى اكتر من مزيان. هو حسين بن عياده تصويباته خطيره جدا وعرضياته، ومصطفى امانه تعامل في المباراه دي مع التسديدات من خارج منطقه الجزاء بشكل مميز. فالنادي الاهلي عنده اكيد دول في وجهه نظري ابرز مكسبين. اكيد طبعا كل الارقام سلبيه والشكل ما كانش افضل حاجه او حتى يوازي الشكل اللي احنا كنا مفنشين او واصلين له قبل التوقف الدولي، ده طبيعي وده هيحصل. خلي بالك التوقف ده هيحصل تاني عشان بس نبقى واضحين مع بعض، هيحصل من يوم 19 مارس او 18 22 لغايه اخر الشهر، اخر مارس ده من 28 صح؟ من 18 مارس هنرجع اعتقد يوم 30، هنلعب 30 او 1 ابريل، يعني بتتكلم في اسبوعين برضه مش كبيره، يعني اسبوعين برضه. كابتن اسلام معلش حضرتك كنت قادر، عارفين اللي بيلعبوا كوره اول ما اجي اقول لك بس اجاز 10 ايام انت ذهنيا خلاص انت بتخرج. فاحنا للاسف الموسم ده وتاني، ولو تفتكر الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها ثابت على انهاء الدوري وقلنا صح. هنا الدوري ده يا جماعه استحاله يخلص قبل نص سبتمبر، واتقال لا 30 يونيو وبعديها 30 يوليو وما اعرفش، ودلوقتي 15 اغسطس. الدوري ده مش هيخلص قبل منتصف سبتمبر، اعملوا حسابكم على كده. الدوري الجديد مش هيبدا قبل منتصف اكتوبر،